اوكي شو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. العادي شباب عشان يعني بس انه يعني في عندنا امتحان ميد وعندنا امتحان فاينل بس. فامتحان الميد شباب راح يكون بالشابترين الاولانيات. شابتر 9 المادة اللي اخذناها في شابتر 9 ولما نخلص شابتر 10 ان شاء الله. هاي مادة الميد. اوكي. مادة الفاينل بالعادة بعملها كمان بالشابترين الثانيات. اوكي. شابتر 11 وشابتر 12. لانه عليهم تقريبا نفس الويت يعني 50 علامه 50 علامه. اوكي. فنوع من التخفيف بقسمت الامتحان الميد على الشابترين الاولانيات وامتحان الفاينل اوكي على الشابترين الثانيات. لما نخلص نعم اسف على المقاطعه بس دكتور متى هو تقريبا الميد بيكون؟ والله ما بعرف طلعوا هالجدول الدراسي في مواعيد معينة من كذا لكذا بتلاقيها موعد الميد. إحنا يعني حقيقة بدنا نشوف إذا بنزلوا لنا جدول يعني نحاول نلتزم فيه قدر الإمكان عشان ما يصيرش خربطة عند الطلاب. أذروايز العدد كبير عندنا يعني مشكلة يعني ما شاء الله شعبة كبيرة جدا. بتخاف إنك بدك تنسق برا الجدول اللي بحطوه الجامعة يطلع لك تعارضات هون وهون وصير بدنا يعني امتحانات الميك اب يا شباب يعني صفر بالصيفي. مستحيل يعني اعمل ميك اب للصيفي باذن الله تعالى. طبعا مستحيل يعني. اوكي. فمنسع يا شباب يعني انه واحد يعمل ميك اب للصيفي مستحيل ابدا يعني مهما كان شو السبب. فان شاء الله يعني ما راح فنشوف الوقت اذا كان الوقت مناسبنا وكنا مخلصين الماده نتفق عليه. اذا ما كناش مخلصين الماده بنمتحن لحد ما وصلنا يعني شو بدنا نعمل. واضح ان شاء الله. ان شاء الله نستنى بالجامعه تنزل امتحانات جدول الامتحانات ان شاء الله شوف اذا بناسبنا ولا لا. يعني شباب الاسبوع الجاي عيد يوم الاثنين اكيد عطل فعندنا محاضره يوم الاحد شوف وين نكون واصلين فيها ان شاء الله يعني نكون قاطعين ماده. حتى لو يا شباب يعني اجى موعد الامتحان وكنا مبلشين بشابتر جديد اوكي مثلا لو جدلا هيك يعني صار مبلشين بشابتر جديد ما راح يدخل بالامتحان ابدا. بس الامتحان بشابتر 9 وشابتر 10 اوكي. المرة اللي فاتت شباب حكينا عن البوينتينج فيكتور والافريج بوينتينج باور اللي بتحملها البلين الويف ان جنرال الكترومغناطيك ويف. فالعلاقات اللي طلعناها مثل هاي العلاقه بي افريج او البوينتينج فيكتور هذا اي كروس اتش بالتايم دومين او الافريج باور اوكي. هاي علاقات عامه يا شباب لاي ويف لاي الكترومغناطيك ويف اوكي. بعدنا بالتايم دومين بالحاله الخاصه لما يكون الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد بتغيروا مع الزمن ساينسويدالي بقدر استعين بالفيزرز اوكي. طلع معنا يا شباب انه في هاي الحاله الافريج باور بتقدر تحسبها باستخدام العلاقه التاليه 1 هاف ريال اي كروس اتش كومبلكس كونجوجيت. الفيزر تبع الالكتريك فيلد كروس الفيزر تبع الماجنتيك فيلد كومبلكس كونجوجيت. هاي بتعطيك الدايركشن والدنسيتي اوف ذا باور فلو واط لكل متر مربع. الان حتى تطلع التوتال باور اوكي بدك تعمل انتجريشن على هالسطح اللي بتمر من خلال الموجه عشان تطلع الباور بالوات. وعرفنا البوينتينج فيكتور اوكي الكومبلكس بوينتينج فيكتور اللي اي كروس اتش كومبلكس كونجيجيت اوكي. الان بالحاله الخاصه لما يكون في عندنا بلين ويف اظل جنرال شبه اظل لاي الكترومغناطيك ويف بس هاي العلاقه يعني مفترضين ساينسويدال فاريشن وذ ريسبكت تو تايم اوكي بس مش محددين انه شو نوع الويف بلين ويف نانو بلين ويف واتفر اوكي. هذول علاقات عامه. الان لما يكون الموجه بلين ويف شفنا انه في علاقه بتربط الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد مع بعضهم البعض من ناحيه الماجنتيد والدايركشن. فاي راح تكون عموديه على اتش واي واتش تربطهم العلاقه انه اي على اي اتش بيعطينا الايتا وتقريبا لهم نفس الاكسبريشن يعني بيختلفوش عن بعض غير شغلات بسيطه اوكي.
فهذا الاكسبريشن راح نشوف كمان شوي انه بتبسط الافرج باور الافرج بوينتنج فيكتور شباب. لا لما يكون في عندنا بلين ويف ماشي بدايركشن معين بقدر الشباب ابسط الاكسبريشن هذا شويه اوكي، لانه في عندنا علاقه بين الاي والاتش، اي عموديه على اتش، الكروس برودكت تبعهم بيعطينا الدايركشن اوف بروباجيشن، واتش تساوي الالكتريك فيلد على الويف امبيدنس اوكي. فلما تاخذ الكونجكت تبعه وتضربه مع بعض نوعا ما العلاقه هاي بتتبسط، راح تشوفوا كيف. بس هذول جنرال شباب، يعني بقدر استخدم العلاقات هاي هاي بالتايم دومين هذول لاي ويف دي سي اي سي، ما في هون لحد الان شباب شيء يعني بيمنع انها تكون اوكي. طبعا بحاله الدي سي تتبسط شوي، لما تكون دي سي ما فيش عندنا تغير وذ ريسبكت تو تايم، فالبي افريج نفسه راح يكون اي كروس اتش بحاله الدي سي اوكي. يعني مثل ما بتعرفوا شباب لما يكون عندك دي سي فولتج الافريج فولتج هي نفسها اوكي، اما لما يكون عندك اي سي سيجنال الافريج باور او الافريج فولتج بتختلف عن الـ عن الانستنتينيوس اوكي. بس هذول علاقات عامه بقدر استخدمهم بحاله الاي سي، بقدر استخدمهم بحاله الدي سي. هذول العلاقات الثانيه اللي هي 1 هاف ريال اي كروس اتش كومبلكس كونجكت، هذول بستخدمهم فقط لما يكون الفاريشن ساينوسويدال عشان الفيزرز، يعني الفيزرز معرفين فقط هم للساينوسويدال فاريشن وذ ريسبكت تو تايم. خلنا ناخذ مثال بسيط اول شيء شوفوا كيف انه يعني بقدر اطبق البوينتنج فيكتور البوينتنج ثيرم بحاله الدي سي باور فلو ان ريزيستور. عندك شباب تيار بمر بريزيستور كلياتنا بنعرف قديش الباور اللي بتستهلك هاي الريزيستور بحاله الدي سي. شو يا شباب القانون اللي بتعرفوه كلياتكم؟ تيار مقداره اي بمر من خلال ريزيستور مقدارها ار، قديش الباور الضايع فيها؟ اي تربيع في ار، صح ولا لا؟ فخلينا نشتق هذا القانون شباب اللي بتعرفوه كلياتكم بالسيركت، نشتقه من البوينتنج ثيرم ومن البوينتنج فيكتور اوكي. شوفوا كيف انه بيطلع من هون. يعني الان ك اكزامبل هاي في عندك سيلندر لها طول مقداره ال اوكي، ولها راديوس مقداره رو نوت، مصنوعه من ماده كوندكتيفيتي لها سيجما، فهي بتشتغل مثل شغل الريزيستور. يعني وان واي تو ميك ا ريزيستور انك تصنع سيلندر مثل هيك حسب قيمه السيجما والطول تبعها والاريا اوكي، تقدر تحسب قديش الريزيستنس تبعت هاي الريزيستور اوكي. فالان شباب اذا بنحكي احنا بحاله الدي سي شباب اوكي ماشي، اذا مفترضين انه دي سي فراح يتوزع الالكتريك فيلد والكرنت داخل الريزيستور بيونيفورم اوكي، يونيفورم ديستريبيوشن. يعني الاي توتال كرنت لما يصل لعند المقطع هذا راح تتوزع الكرنت دنسيتي جي بشكل يونيفورم، بحيث انه اي على باي رو نوت تربيع، وجي هي نفسها سيجما في اي سيجما الكوندكتيفيتي اللي هي راح تكون نفسها اي على الاريا اي على رو نوت تربيع طبعا باتجاه الدايركشن اوف فلو اللي هو الزد دايركشن، مفترضين الكرنت مار باتجاه الزد. فبتقدر تطلع على الاقل الالكتريك فيلد داخل هالريزستور هاي اي تساوي اي على سيجما في باي في رو نوت تربيع اي زد اوكي، هيطلعنا الالكتريك فيلد. الان بدك كمان اكسبريشن للماجنتيك فيلد عشان تقدر تحسب البوينتنج فيكتور، لانه البوينتنج فيكتور اي كروس اتش بالتايم دومين اي كروس اتش، فيطلعنا اكسبريشن للالكتريك فيلد. الان ما بقدر استخدم ماكسويل اكويشن يا شباب هون عشان اجيب علاقه للماجنتيك فيلد، ما بزبط الحكي هذا. بالدي سي ما في علاقه بين الالكتريك فيلد وبين الماجنتيك فيلد، انتبهوا يا شباب الله يرضى عليكم اوكي. وما بقدر اقول انه الماجنتيك فيلد يساوي اي على ايتا الالكتريك فيلد على الويف امبيدنس، ما عندنا ويف هون من مره يا شباب، هاي دي سي كلياتها. ولكن برجع شباب لامبيرز لو اللي اخذناه بالالكتروماجنتيك كورس شابتر 7 اوكي. امبيرز لو اللي هو كلوز لاين انتجرال للماجنتيك فيلد على مسار مغلق بيعطينا التوتال كرنت اللي بمر. فلو طبقتوا هذا القانون يا شباب رجاء يعني اللي ناس يرجع له، في عندك كوندكتر بمر في تيار اوكي، الكرنت دنسيتي تساوي اي على باي رو نوت اي زد، فباخذ مسار مغلق جوا الكوندكتر هذا، بعمل عليه الانتجريشن بشوف قديش بمر كميه تيار داخل هالمسار المغلق. فلو حسبتوا هذا الحكي راح يطلع معكم الماجنتيك فيلد اكيد باتجاه الفاي من قاعده اليمنى، الابهام تبع اليد اليمنى بكون مع اتجاه التيار، والاصابع اليد اليمنى بلفن مع اتجاه الماجنتيك فيلد، فراح يطلع الماجنتيك فيلد يا شباب داخل هالريزيستور هاي يساوي اي في رو اللي هي السلندريكال كوردينيتس شباب،
اللي بتتغير من صفر لرو نوت على 2 باي رو نوت تربيع اي فاي. هاي العلاقه بستخدمها يا شباب من صفر لرو نوت، اوكي؟ رو بتتغير من صفر لرو نوت، اوكي؟ اذا هاي طلعنا اكسبريشن للالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد، اوكي؟ الان بقدر احسب الانستنتينيوس بوينتنج فيكتور اي كروس اتش. فيري سمبل يا شباب، هاي الاي وهاي الاتش. الان الاي زد كروس الاي فاي، الاي زد كروس الاي فاي لو رجعتوا لليونت فيكتورز تبعات السلندريكال كوردينيت راح تشوفوا انه الاي زد كروس الاي فاي بتعطينا الماينس اي رو، اوكي؟ هذول اليونت فيكتورز يا شباب تبعات السلندريكال كوردينيت. سو رو الانستنتينيوس بوينتنج فيكتور ايكوالز اي سكويرد رو على 2 سيجما باي تربيع رو نوت قوه 4 ماينس اي رو. هاي الاشاره الماينس يا شباب على فكره راح تشوفوا انه فعلا يعني لازم تكون اشاره ماينس. احنا قلنا يا شباب البوينتنج فيكتور شو بيعطينا؟ اتجاه ومقدار الباور فلو، اتجاه ومقدار الباور فلو. فهاي الريزستور، هاي الريزستور بتستهلك باور. من امتى تجيها الباور يا شباب؟ بدها تكون الباور داخله عليها من جوا، يعني من جوا لبرا ولا من برا لجوا؟ مين اللي بيغذي هاي الريزستور بالباور يا شباب؟ شو المصدر تاع التغذيه؟ وين هو؟ الكرنت. ماشي، التيار. هذا التيار لما يخش هون، اوكي، طلع بدخل، صح؟ فاحنا شباب احنا لما كنا نعمل انتجريشن على السطح كنا نقول انه الباور فلو اذا كان ماينس معناته الباور جوز انتو، صح؟ اذا كان الباور فلو موجب معناته الباور جوز اوت، اوكي؟ فهون منطقيا جدا انه يكون اتجاه الباور فلو باتجاه النيجاتيف. الماينس ايرو يا شباب، الايرو، الايرو اليونت الفيكتور الايرو هو عمودي لبرا على هاي السلندر يا شباب، عند نقطه على كل على كل سطح السلندر الايرو عمودي عليه لبرا، فالماينس ايرو راح يكون لجوا. ففعلا يا شباب يعني من الدايركشن تبع البوينتنج فيكتور الاي كروس اتش بيعطينا الدايركشن الصحيح للباور فلو، وهي الباور دنسيتي، اوكي؟ بتتغير از ا فانكشن اوف رو، طبعا از ا فانكشن اوف رو. فالان يا شباب اذا بدك تحسب الافرج بوينتنج فيكتور، الافرج بوينتنج فيكتور نفس ايش التعريف ما اختلفش، واحد على تي انتجريشن على بيريود، بس لانه دي سي، هذا لانه دي سي الافرج تساوي الانستنتينيوس، اوكي؟ الافرج فاليو تساوي الانستنتينيوس فاليو فور دي سي، اوكي؟ الان اذا بدك تحسب كميه الباور، كميه الباور بالوات اللي ديسيبيتد انسايد ذا ريزيستور، يعني بدك تشوف قديش كميه الباور اللي ضايع بالوات داخل هاي الريزستور. مثل ما شفنا يا شباب بدك تعمل انتجريشن على السطح اللي بغلف هاي الريزستور، فبدك تعمل انتجريشن على سطح السلندر هاي كامل من جميع الجهات. فالان السلندر هاي يا شباب الاسطوانه هاي لها ثلاث سطوح بغلفنها، السطح العلوي الدائره هاي، والسطح السفلي القاعده، والسطح الجانبي سطح السلندر. فلما بدك تيجي تعمل انتجريشن على السطح المغلق هذا كلياته يا شباب بتقسمه لحاصل جمع 3 انتجرالز، واحد على التوب، واحد على البوتوم، واحد على السايد، اوكي؟ مثل ما انتم شايفين يا شباب البي افرج دوت دي اس الانتجريشن على السطح قسمناه ل مثل ما انتم شايفين لثلاث انتجرالز على السطح الجانبي للاسطوانه زائد الانتجريشن على الانت كابز توب والبوتوم، التوب والبوتوم. الان اطلع يا شباب الافرج بوينتنج فيكتور وين اتجاهه طلع؟ باتجاه الماينس ايرو، باتجاه الماينس ايرو. فالان شفنا يا شباب انك لما بدك تعمل انتجريشن على السطح بدك تعرف معاه يونت فيكتور عمودي عليه لبرا. ففي عندنا ثلاث اسطح، هذا سطح والتحت والسطح الجانبي. الان السطح الفوقاني هذا الانت كاب هذا الغطاء يونت فيكتور عمودي عليه اللي هو الاي زد. السطح السفلي او القاعده السفليه الانت كاب تحتانية اليونت فيكتور عمودي لبرا ماينس اي زد، اذا هاي اي زد وماينس اي زد. السطح الجانبي للاسطوانه عمودي لبرا اللي هو الايرو، عمودي لبرا اللي هو الايرو. بس اطلعوا يا شباب البي الافرج بوينت فيكتور اتجاهها باتجاه الماينس ايرو، فلما نيجي نعمل دوت برودكت مع اليونت فيكتور على هذا السطح وهذا السطح راح يصفروا، لانه هاي باتجاه الاي زد وهذا باتجاه الماينس اي زد، فالايرو دوت اي زد او ماينس اي زد بيطلع صفر. اوكي، بضل عندنا انتجريشن على السطح الجانبي لانه راح يكون ايرو دوت ايرو. اوكي، سو
هذا بصفر اللي هو على الاند كابس لانه جاي من الدوت برودكت بين البي افريج وبين الدي اس عموديات على بعض البعض هذول ما راح يكون في بيناتهم باور فلو فبصفر. اوكي الان ارجع للسلندريكال كوردينيت على سطح الاسطوانه شوف الدي اس تبعتها راح تلاقيها رونود دي فاي دي زد اكيد التغير باتجاه الفاي والزد ورونود ثابته اللي سطح الاسطوانه وعمودي لبرا له الايرو. اوكي ف بتجيب البوينتنج فيكتور هيو هاي الاكسبريشن تبع البوينتنج فيكتور اي تربيع رو على 2 سيجما باي تربيع رو نوت و4 ناقص اي رو بتحسب قيمته عند الرو نوت لانه على السطح الخارجي للاسطوانه. اوكي بتعمل الدوت برودكت مع الدي اس وبتعمل الانتجريشن الفاي بتتغير من 0 ل 2 باي. اوكي والزد بتتغير من 0 ل ال على طول الريزستور على طول الاسطوانه. اوكي اذا البي افريج ات رو ايكوالز رو نوت دوت دي اس وهي حدود التكامل. اوكي فيري سمبل انتجريشن حقيقه كله هذا عباره عن كونستنت بيطلع برا الانتجريشن فالانتجريشن فيري سمبل راح يكون له ضرب 2 باي في ال. اوكي فراح تطلع البي افريج توتال باور بالوات طبعا هنا الضايع داخل الريزستور dissipated inside this resistor equals I تربيع على 2 سيجما باي تربيع رو نوت تربيع ال في 2 باي. اوكي دكتور طبعا في شرط ماينس تفضل هم طالبين بالدي سي ولا بس مراجعه عشان نستذكر التكاملات لا شو يعني احنا الان الافريج بوينتنج فيكتور حكينا لكم يعني البوينتنج فيكتور بقدر استخدمه بالتايم دومين بقدر استخدمه بالفريكوانسي دومين كفيزر بس فرجيتكم انه هاي العلاقه اللي اشتقيناها هي جنرال جنرال يعني بتصلح للدي سي بتصلح للاي سي. اوكي ف ما فيش مشكله عندنا يعني مطالبين فيه اكيد 100%. اوكي ماشي شباب هون في شرط ماينس ميسينج موجوده هي على كل حال وبالنتيجه النهائيه موجوده بس هون في شرط ماينس هون ماينس اي تربيع على 2 سيجما باي تربيع رو نوت تربيع ال في 2 باي. اوكي فالان انا مرتبها بس عشان افرجيكم انه كيف تطلع النتيجه النهائيه مثل ما احنا متوقعين. الناقص اي تربيع هيها ال ال الباي تربيع مع الاثنين باي والاثنين هاي بتطير بضل عندنا ال على سيجما باي رو نوت تربيع اللي نفسها تساوي ناقص اي تربيع ال على سيجما باي رو نوت تربيع شباب اللي هي الاريا تبعت السلندر هاي اللي بمر فيها التيار. اوكي فلو دققتوا بهذا القانون اللي هو ال على سيجما في ايه ما هو الا قانون حساب الريزيستنس تبعت الدي سي ففعلا راح تطلع الباور تساوي ناقص اي تربيع في ار ناقص اي تربيع في ار. فالاشاره مهمه جدا اشاره الماينس شو تعني هاي اشاره الماينس انه ذا باور فلو از انسايد ذا باور از فلوينج انتو ذا ريزيستور اوكي not out of the resistor لانه الريزستور بتستهلك باور حقيقه ماشي اوكي اتس ا باور ديسيبيشن فناقص اي تربيع في ار. اوكي يعني القانون اللي بتاخذوه بالسيركت يا شباب ممكن اشتقه انا حقيقه من البوينتنج فيكتور من البوينتنج ثيري من الالكتروماجنتيك فيلد. اوكي وكل القوانين السيركت الثانيه حقيقه الكي في ال والكي سي ال كليات حقيقه الاوريجين تبعهن من الالكتروماجنتيك. حد عنده استفسار على هذا المثال يا شباب؟ أوكي. الان لما يكون البلين ويفز حقيقه احنا قلنا هاي العلاقات العامه هاي هون شباب جنرال اكسبريشنز اي كروس اتش كومبلكس كونجوجيت. اوكي هذول جنرال فور اني الكتروماجنتيك ويف. الان لما احنا بشابتر هذا حقيقه يعني بنركز على البلين ويفز ويونيفورم بلين ويفز فهذول اكسبريشن شوي بتبسطوا. فلو فرضا لو كان عندنا الالكتريك فيلد لبلين ويف هاي الاكسبريشن تبعه ان جنرال ان لوسي ماتيريال ان جنرال يعني ناخذ العلاقه العامه انه في عندنا موجي ماشي داخل لوسي ماتيريال نفترض انها ماشي باتجاه البوزيتيف زد. اوكي نو بروبلم يعني بنقدر احنا نفترض اي اتجاه بس مفترضين هون باتجاه البوزيتيف زد فالالكتريك فيلد
بالفيزر طبعا هون شباب اكس هات اي نوت اكسبوننشال ماينس الفا زد اكسبوننشال ماينس جي بيتا زد كلياتنا شباب بس نشوف اكسبريشن مثل هيك بنعرف انه هاي الموجه ماشي باتجاه البوزيتيف زد. ذا كومبانيون ماجنتيك فيلد، الماجنتيك فيلد كومبوننت اللي بترافقها لازم تكون الواي هات في الاي نوت على الماجنيتيود اوف ايتا اللي هي الويف امبيدنس في اكسبوننشال ماينس جي ثيتا ايتا الفيز تبعت الامبيدنس والبقيه نفس الشيء مثل الالكتريك فيلد اكسبوننشال ماينس الفا زد اكسبوننشال ماينس جي بيتا زد. فالآن لو بدك تحسب الافرج باور اللي بتحسبها اللي بتمشي اللي بتحملها هاي الموجه البلين ويف هاي عشان نشوف كيف الاكسبريشن بتبسط شويه يا فيس يا شباب بدي استخدم القانون هذا الافرج بوينتنج فيكتور هيو بدي استخدم القانون هذا اللي 1 هاف ريال اي كروس اتش كومبلكس كونجوجيت اوكي فراح تصفي عندنا 1 هاف ريال الان هاي الالكتريك فيلد بدك تعمل كروس برودكت مع الماجنتيك فيلد كومبلكس كونجكت طبعا اوكي فلما ناخذ الكونجكت تبع الماجنتيك فيلد يا شباب هذا الماجنتيك فيلد هذا الكونجكت تبعه شو راح يعطينا شو الكونجكت تبع الماجنتيك فيلد كيف تاخذ الكونجكت يا شباب كيف شو الكونجكت باخذ الفيزرز وباكس الباك في الزاويه يعني باكس يلا اذا واضح امامكم يا شباب يعني الماجنتيك فيلد حد يقول لي اتش كونجوجيت شو راح يساوي يقرا عليها قراءه اتش كونجوجيت اللي هي اي نوت على ايتا في اكسبوننس في اكسبوننشال جي ثيتا ايتا اكسبوننشال ماينس الفا زد اكسبوننشال اللي هو جي بيتا زد ايوه صحيح 100% اطلعوا يا شباب لما اخذنا الكونجوجيت اخذنا بس الكومبلكس بارت الريال بارت ما بلشنا فيه يعني الاي نوت والماجنت تبع ايتا وحتى اكسبوننشال ماينس الفا زد هذول ريال نمبر صح ولا لا هذول ما باخذ لهم كونجوجيت هو نفس الكونجوجيت اوكي لا تغلط يا شباب في بعض يعني احيانا بغلط بيجي لما ياخذ الاكسبوننشال ماينس الفا زد بده ياخذ الكونجوجيت تبعها بحط اكسبوننشال الفا زد مش صحيح الكونجوجيت بس بروح على الكومبلكس فمثل ما حكى زميلكم ال H conjugate يا شباب راح تكون ال Y hat E نوت على magnitude of eta في exponential plus J theta eta exponential minus alpha z في exponential plus J beta z ماشي؟ فالآن بدي أعمل cross product هذا E cross H أوكي؟ الآن ال cross ال X hat cross ال Y hat اللي هو بال direction of propagation بيعطينا الزد هات ال E نوت مع ال E نوت على eta بيعطينا اي نوت تربيع على ايتا اكسبوننشال ماينس الفا زد مع اكسبوننشال ماينس الفا زد بيعطينا 2 اكسبوننشال ماينس 2 الفا زد صح الاكسبوننشال ماينس جي بيتا زد مع اكسبوننشال بلس جي بيتا زد بيطيرن شو بضل عندنا اكسبوننشال جي ثيتا ايتا الان بدك تدخل الريال بارت على الكوانتيتي هاي كلياتها ما فيش عندنا هاد كلياته ريال نمبر هذا البدايه زد هات اي نوت تربيع على ايتا اكسبوننشال ماينس الفا زد كله هذا ريال نمبر بطلعه برا بضل عندنا اكسبوننشال جي ثيتا ايتا فكه بيعطيك الكوساين زائد جي ساين اخذ الريال بارت بيعطيك الكوساين اوكي فالنتيجه النهائيه شباب هاي العلاقه العامه ل بوينتنج فيكتور اوف ا بلين ويف بروباجيتنج ان ذا بوزيتيف زد دايركشن ان ا لوسي ماتيريال بي افريج از ا فانكشن اوف زد تساوي زد هات اللي هو الدايركشن بروباجيشن يعني في نص E نوت تربيع على ماجنيتيود اوف ايتا في اكسبوننشال ماينس 2 الفا زد كوساين ثيتا ايتا فطلعوا كيف الان الباور تتغير از ا فانكشن اوف زد اكسبوننشال ماينس 2 الفا زد يعني الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد كانوا يتغيروا اكسبوننشال ماينس الفا زد ماينس الفا زد بس الباور لانه حاصل ضرب اي مع اتش بصير التناقص تبعها اسرع واسرع اكسبوننشال ماينس 2 الفا زد اوكي الديكي تبعها الباور بيكون اكبر حقيقه اوكي فهاي هي العلاقه النهائيه هاي يعني تقدر تعتبرها جنرال اكسبريشن فور ا بلين ويف بروباجيتنج ان ذا بوزيتيف زد دايركشن ان ا لوسي ماتيريال اوكي طبعا لو كان الوسط لوسلس لو كان الوسط لوسلس بقدر استخدم العلاقه هاي بس اعوض بدال الالفا صفر وثيتا ايتا صفر اوكي شو راح تصير العلاقه لو كان الوسط لوسلس اوكي هاي علاقه عامه يا شباب لللوسلس ماتيريال الاتنيويشن صفر والويف امبيدنس بتكون بيور ريال فالثيتا ايتا تبعتها صفر فبصير علاقه زد هات
نص اي نوت تربيع على ايتا. اوكي اي نوت تربيع على ايتا، حتى ما فيش داعي ناخذ الماجنيتيد لايتا لانها اتس ا بيور ريال بهاي الحاله لما تكون الوسط الاصلص. اذروايز فور اني اذر ماتيريال جنرال لوسي ماتيريال هاي العلاقه عامه. طبعا اجين assuming the wave is propagating in the positive z direction. الان هذا الفاكتور يا شباب طلع كوساين ثيتا ايتا كوساين ثيتا، حدا بيقدر يقول لي شو معنى هذا الكوساين ثيتا ايتا من السيركت اذا ما اخذين سيركت؟ باور فاكتور. هذا الباور فاكتور صح. يعني لو رجعتوا للعلاقه السيركت تبعت الباور هاي اللي بتستخدموها بالسيركت لما كنت تحسبوا الافريج باور، هاي يا شباب 1 هاف الريال في كروس اي كومبلكس كونجوجيت. اوكي لو حسبتوها اوكي كملتوها راح تلاقوها بتعطيك نص اوكي نص ماجنيتيد اوف في ماجنيتيد اوف اي في كوساين الباور فاكتور صح الثيتا الزاويه بين الكرنت والفولتج الباور فاكتور. اوكي صحيح وهو نفس الشيء. فهي الثيتا ايتا يا شباب الكوساين تبعها بيعطيك شيء يشابه الباور فاكتور. اوكي ماشي قديش الفيز انجل تعطيك الباور فاكتور. طبعا هون يا شباب احنا الويفز الثيتا ايتا محصوره حقيقه بين 0 وبين 45 درجه فقط. اوكي اما بالسيركت يا شباب تقدر الثيتا ايتا تتغير حقيقه يعني الرينج تبعها بجزء مسموح له يتغير من 0 ل 90 درجه بلس ماينس طبعا. اوكي واضح يا شباب هاي العلاقة هون. إذا in general for a plane wave the pointing vector بصير شكله مثل هيك. طبعا لو كانت الموجة ماشي باتجاه الإكس نفس الاشي يا شباب بس عندك الفاكتور هذا بصير اللي هو direction propagation راح يكون الإكس هات نص E نوت تربيع على 8 exponential minus 2 ألفا X cosine theta. أوكي ما عندناش مشكلة حقيقة يعني it's an example إنه wave propagating in the Z direction لو كانت ماشي باتجاه آخر almost the same expression بس بدك تبدل direction of propagation هون فقط. اوكي اوكي خلينا نشوف example كيف نحسب ال average pointing vector ل wave ل plane wave example. هذا من الكتاب يا شباب موجود بالكتاب يعني example او plane wave has a magnetic field equal z hat 4 sin 2 pi في 10 قوة 7 t ناقص 0.8 x inside a non-magnetic medium inside a non-magnetic medium. اوكي مجموعه من المطالب اول شيء نطلع الابسلون ار والايتا تبعت الوسط بعدين نطلع الافرج بوينتنج فيكتور. اوكي وبعدين نطلع التوتال باور اللي بتعبر من خلال سطح مساحته 100 سنتيمتر مربع موجود داخل بلين العلاقه تبعته هاي 2 اكس زائد واي تساوي 5. في عندنا ثلاث مطالب هذول بدنا نحلهم بناء على المعلومات اللي بنعرفها. طبعا هذا الوسط lossless مثل ما انتم شايفين يا شباب it is a lossless. اوكي الاربعه اللي هي الاي نوت يعني الاثنين باي في 10 قوى 7 اللي هي الاوميجا والبوينت 8 اللي هي البيتا الالفا صفر طبعا الفا ايكوال 0. فلو رجعتوا لعلاقات البيتا للوسلس دايلكتريك راح تلاقوا انه بيتا تساوي 0.8 وتساوي اوميجا على سي في جذر الابسلون ار لان الوسط من الماجنتيك فالميو ار تبعته واحد. اوكي فاوميجا على سي جذر الابسلون ار تساوي بيتا في عندنا مجهول وحيد بالعلاقه هاي اللي هو ابسلون ار فبتطلع الابسلون ار 14.59. اجين للوسط نون ماجنتيك لوسلس الايتا الويف امبيدنس تساوي 120 باي على جذر الابسلون ار. اوكي فبصير قيمتها 98.7 اوم. هاي البيتا وهاي الايتا. الان الماجنتيك فيلد تقدر تكتب اكسبريشن سريع جدا له شو راح يكون الماجنتيك فيلد يا شباب اتش المرافق لهاي الموجه شغلتين الدايركشن وماجنتيود. وين الموجه ماشيه؟ اتجاه البوزيتيف اكس. اوكي ماشي ايش بعمل برودكت مع ايش زد هات مع ايش يعني يعطيني اتجاه البوزيتيف اكس واي هات الواي هات. هسه لو عملنا زد هات كروس واي هات بيعطينا اكس هات
ماينس اكس ماينس واي هات ماينس صح ولا لا؟ حطون على الدائره يا شباب الاكس هات والواي هات والزد هات. اكس هات كروس واي هات بيعطينا الزد، واي هات كروس زد بيعطينا الاكس، ماشي؟ فاحنا عندنا زد كروس فلازم يكون ماينس واي. هي الاتش تساوي طبعا كفيزر حولناهم لفيزر يا شباب مباشره احنا هنا اوكي. طلع شباب الان احنا ساين هاي صح ولا لا؟ بس احنا بالفيزرز يا شباب قلنا الريفرنس تبعنا شو هو؟ كوساين صح ولا لا؟ فهاي شو نفسها يا شباب راح تكون ككوساين نفسها بالضبط 90 درجه بدك تطرح 90 درجه ناقص باي على 2 فهي نفسها راح تكون زد هات 4 كوساين اوميجا تي ناقص 0.8 اكس ناقص باي على 2 ماشي؟ فلذلك تطلع كيف طلع الفيزر الكتريك فيلد زد هات 4 اكسبوننشال ماينس جي 0.8 اكس في اكسبوننشال ماينس جي باي على 2 هاي عشان حولنا من الساين للكوساين. الماجنتيك فيلد سيميلرلي ذا سيم اتفقنا انه الدايركشن تبعه لازم يكون ماينس واي هات والماجنتيو تبعه 4 على ايتا هنا ريال ما فيش عندنا فيز اوكي. اذروايز الترم الثاني نفس الشيء بوغه اكسبوننشال ماينس جي 0.8 اكس اكسبونشال ماينس جي باي على 2. ناو بطبق قانون الافريج باور 1 هاف ريال اي كروس اتش كومبلكس كونجوجيت. لما تاخذ الكومبلكس كونجوجيت يا شباب للماجنتيك فيلد بصير اكسبونشال بلس اكسبونشال بلس. اعملوا اضربوا مع الاكسبونشال ماينس اكسبونشال ماينس بطيرن اوكي. فبصفي عندنا القانون اللي اخذناه اللي حكيت لكم عنه هاي مثل هذا القانون يعطيك 1 هاف اي تربيع على ايتا. طبعا بدك تحط الدايركشن اوف بروباجيشن الصحيح. فقديش راح يطلع عندنا؟ خلينا نشوف. نص 4 تربيع على ايتا مع اتجاه البروباجيشن والاكسات 4 في 4 16 على 2 8 فبصفي عندنا الباور دنسيتي تساوي 8 على ايتا اكس هات واط لكل متر مربع. 8 على ايتا واط لكل متر مربع اكس هات طبعا باتجاه الباور فلو اللي هو الدايركشن اوف بروباجيشن. اوكي اذا هاي الموجه يا شباب هاي البلين ويف داخل هذا الوسط بتحمل باور دنسيتي مقدارها 8 على ايتا. الايتا معروفه هي 98 7 10 بقدر اعوض قيمتها. واط لكل متر مربع واط لكل متر مربع يعني بالمتر المربع الواحد كميه الباور اوكي بقدر اضربها ضرب مباشر يا شباب متر ضرب 8 على ايتا بتعطيك كمية الباور اوكي ماشي. الان خلينا نشوف المطلوب الاخير find the total power crossing 100 centimeters of the plane 2x زائد y تساوي 5 اوكي ماشي. 100 سنتيمتر مربع شباب يعني هناك الوحدة بالمتر واط لكل متر مربع فبدو الواحد ينتبه للوحدات شوية. يعني كيف بدنا نحسب هذا شباب؟ Again, the total power in general اللي بتعبر من خلال أي سطح القانون تبع حيه في average.ds. ds يا شباب معها area ومعها unit vector عمودي عليها. أوكي؟ Okay. الآن لأنه الـ pointing vector ثابت يا شباب طلع ما بتغير لا بتغير باتجاه الـ x ولا باتجاه يعني it's not a function of x و y. It's a constant. x hat في 8 على 8 شايفينه؟ أوكي؟ فـ ما فيش شيء نعمله انتجريشن هون حقيقه فاحنا بننفذ الدوت برودكت نطلعه لبرا اوكي ونضرب بالاريا فقط فبالصفي عندي بي افريج دوت الاريا مع يونت فيكتور العمودي عليها لبرا. فالان شباب بدك ترجع الان وشوف هذا السطح. هذا السطح معادلته 2 اكس زائد واي تساوي 5 فهو عباره عن بلين اوكي عباره عن بلين المعادله تبعته 2 اكس زائد واي تساوي 5 ماشي. فكيف بدنا نطلع يونت فيكتور عمودي عليه؟ بلزمني يا شباب اليونت فيكتور العمودي عليه عشان انفذ اذا بتتذكروا يا شباب من الايماج 1 اذا في عندك بلين مثل هيك ان جنرال الفانكشن تبعه اف از ا فانكشن اوف اكس واي وزد له معادله بقدر اطلع يونت فيكتور عمودي عليه باستخدام الجريدينت. فاليونت فيكتور اي ان راح يكون الجريدينت اوف اف على الماجنتيود عشان يكون يونت فيكتور يعني قيمته واحد. فهي الاثنين اكس زائد واي تساوي 5 لو حسبتوا لها الجريدينت اللي هو مشتقه بالنسبه لاكس باتجاه الاكس زائد مشتقه بالنسبه لواي باتجاه الواي زائد مشتقه بالنسبه لزد باتجاه الزد ما فيش عندنا هون فاريشن ريسبكت تو ذا بلين فبتصفي عندك 2 اكس هات
زائد واحد واي هات على الماجنتيود، اثنين تربيع زائد واحد تربيع اللي جذر الخمسة. فهذا هو اليونت فيكتور تبعنا. إذن الـ A أني شباب هيها أوكي X هات في اثنين أو اثنين X هات زائد Y هات على جذر الخمسة. الأريا 100 سنتيمتر مربع بالمتر يا شباب راح تكون قيمتها اللي هي هاي شباب 100 سنتيمتر مربع هاي شباب 100 سنتي ضرب 10 قوة ناقص 4 أوكي، لأنه الواحد سنتي واحد على 100 من المتر، فهاي 100 في 10 قوة ناقص 4 يعني 10 قوة ناقص 2 متر مربع، 10 قوة ناقص 2 متر مربع يعني محل الأس اللي هون بدك تحط 10 قوة ناقص 2 وتعمل دوت برودكت، ف8 على ايتا دوت الاريا اللي هي 10 قوة ناقص 2 مع اليونت فيكتور اللي هو اكس هات 2 واي هات على جذر 5. الباور باتجاه الاكس فالدوت برودكت مع الواي ما فيش كونتريبيوشن، ففضل عندنا الاثنين على جذر 5 اوكي. اذا راح يصير 8 على ايتا ماشي، الجواب النهائي راح يكون 8 على ايتا ماشي ضرب 10 قوة ناقص 2 ضرب 2 على جذر 5. فلو حسبتوه هذا الرقم ماشي، لو حسبتوه راح يطلع عندنا يا شباب التوتال باور تساوي 724.5 مايكرو وات. إذن هاي هي التوتال باور اللي بتعبر من خلال هذا السطح الاريا هاي يا شباب بهالبلين. هذا البلين مائل يا شباب، مش باتجاه الاكس ولا باتجاه الواي اوكي ماشي. فلازم اضرب لازم انفذ الانتجريشن بشكل صحيح يعني اعمل دوت برودكت اوكي مباشره اوكي عشان احسب قديش الكونتريبيوشن، لانه مائل يا شباب. احنا بهم الكومبوننت اللي بتكون عموديه على السطح اللي بتعمل فلو، اللي الموازيه للسطح ما في منها باور فلو يا شباب، فضروري نفذنا دوت برودكت عشان اخذ الكومبوننت اللي هي البيربنديكولار على السطح اوكي. اذا التوتال باور راح يساوي 724.5 مايكرو وات اوكي. another example a 1 gigahertz plane wave propagates through a lossy medium in the positive x direction and has a magnitude of 1 volt per meter at x equals 0. يعني هاي الاي نوت يا شباب، فلو افترضنا ان الموجه بلشت تعمل بروبوكيشن من عند الاكس تساوي 0 مثلا، الاي نوت تبعها 1 فولت كل متر. calculate the dissipated power in the 1 meter cube volume shown. يعني تخيل يا شباب انه في عندنا مكعب حجمه 1 متر مكعب وبتمشي هاي الموجة فيه داخل هالوسط اللصي، فبنطلع كمية الباور اللي بتضيع داخل هالمكعب هذا هالحجم هذا. assume epsilon r equals 2 وtan delta تساوي 0.001 واحد بالألف اوكي. هاي loss tangent اللي نفسها يعني سيجما على أوميجا epsilon شبه، هاي tan delta واحد بالألف هي نفسها تساوي سيجما تقسيم أوميجا epsilon. فالآن شباب بدي احسب الباور ديسيبيتد، يعني بدي استخدم البوينتنج فيكتور اوكي عشان اشوف يعني كانه في عندنا هالفوليوم هذا شباب امامكم انتم شايفينه اوكي، هاي بشكل يعني اوكي طول ضلعه 1 متر، فعندنا مكعب فبدنا نشوف كميه الباور اللي بتضيع داخل هالفوليوم هذا ماشي. فالان بلزمني احسب قديش الاتنيويشن كونستانت يا شباب عشان اطلع اكسبريشن للالكتريك فيلد واحسب منه الافرج بوينتنج فيكتور اوكي. تان دلتا تساوي 1 بالالف، واضح جدا يا شباب انه الماتيريال ممكن نعتبرها فيري لو لوس ميديوم جود دايلكتريك يعني اوكي. ف مع هذا الفرضيه العلاقات تبعات الالفا والبيتا بتبسط نوعا ما لللو لوس، لما تكون سيجما على اوميجا ايبسيلون اقل بكثير من واحد بقدر استخدم العلاقات هاي انه الالفا تساوي ابروكسيمت لسيجما على 2 في جذر الميو على ابسلون اوكي. انا ما عنديش سيجما لحالها يا شباب، عندي تان دلتا اللي هو نفسه سيجما على اوميجا ابسلون، فلو عوضت بدال السيجما اللي راح تكون اوميجا ابسلون في تان دلتا
بصير عندك الالفا تساوي اوميجا ايبسيلون تان دلتا على 2 في جذر الميو على ايبسيلون. اوكي الايبسيلون اللي هون مع الايبسيلون اللي هون واحد من الجذر اللي هتختصر، فبصفي اوميجا تان دلتا على 2 في جذر الميو ايبسيلون. اوكي ماشي. ايبسيلون ار هي 2 اوكي ماشي، والوسط النون ماجنتيك يعني ميو تساوي ميو نوت، والابسيلون تساوي 2 ابسيلون نوت. اوكي فلو تعوض هون اوميجا هي شباب 2 باي ضرب 1 جيجا، كل شيء معروف يعني هون حقيقه. تطلع معي الالفا تساوي 0.0148 نيبر لكل متر، هذا الاتنويشن كونستانت. الويف امبيدنس كمان ابروكسيميتلي ايكوالز ميو على ابسيلون تحت الجذر، فميو نوت على 2 ابسيلون نوت، فبتطلع 377 على جذر الاثنين. اوكي 377 على جذر الاثنين بتطلع 266.57. فهون الوسط هون شباب، حتى يعني هون ممكن نضيف عليه عشان انه اتس ان ماجنتيك اتس ا دايلكتريك ماتيريال، يعني يعلمك يعني تلقائيا شباب ضمنيا بنفهم هيك اسيوم ابسيلون ار تساوي 2 مش ذاكر شيء عن الميو ار، فمباشره بفترض انها ميو ار تساوي 1 نان ماجنتيك ماتيريال. مليح، هاي طلعنا اكسبريشن فاليو اوف ذا الفا اند ايتا. الان كيف بدك تطلع الافرج بوينتينج فيكتور؟ هاي القانون قبل شوي اخذناه ان جنرال تشبه هاي العلاقه شباب. الافرج بوينتينج فيكتور ان لوست ماتيريال هاي جنرال. اللهم الان يا شباب انه الان الدايركشن اوف بروباجيشن اللي هو الاكس هات مش الزد هات فقط لا غير، فبالصف عندنا الاكس تساوي الافرج بوينت يساوي اكس هات نص E نوت تربيع على إيتا ماجنيتيد إكسبونينشال ماينس 2 ألفا إكس كوساين ثيتا إيتا. هون أجين شباب ثيتا إيتا صفر إتس أجود دايلكتريك، والإي نوت واحد، فبصفي عندك إكس هات واحد على 266.57 في إكسبونينشال ماينس 2 ألفا إكس، إكس هات 1.88 إكسبونينشال ماينس 0.0296 اكس ملي وات لكل متر مربع، ملي وات لكل متر مربع. اذا هاي الموجه شباب تحمل معها باور دنسيتي بهالمقدار هذا. It is not a constant. It is attenuated لان الوسط لصي. فكل ما تمشي الموجه مسافه راح يضيع باور من هالموجه. طبعا وين راح تضيع شباب؟ راح تضيع داخل هالوسط على شكل حراره. فاحنا الان شباب طالب منا نشوف قديش كميه الباور اللي بتضيع داخل هالفوليوم هذا. بدك تخيل شباب انه هذا الفوليوم كانه ريزيستور يعني، اوكي؟ وهي بتستهلك باور. فقديش كميه الباور شباب اللي راح تضيع داخل هالفوليوم هذا؟ الموجه ماشي وين شباب؟ باتجاه البوزيتيف اكس. هيك جايه. هيك الحركه تبعتها باتجاه البوزيتيف اكس. اكس هات. الباور راح تعبر من اي سطح من هذول السطوح شباب؟ في عندنا ست اسطح، ست وجوه للمكعب. فعليا الباور من وين راح تمر؟ الوجه اللي على اليسار. بس اليسار واليمين. اليسار واليمين فقط صح؟ اللي فوق واللي تحت واللي باتجاه البوزيتيف زد واتجاه النيجاتيف زد راح يمر فيهم شيء هذول؟ لا لا لا، لانه هذول عموديات على اتجاه الباور فلو. ففعليا حقيقه الباور بتدخل من السايد هذا اللي هو عند اكس تساوي صفر، وتطلع من السايد هذا الويندو هذا شباب اللي هو عند اكس تساوي واحد. فلو حسبت الافرج باور عند البدايه طرحت منها الافرج باور عند النهايه، الفرق بيناتهم وين راح يكون شباب؟ راح شايل موجه ماشي شباب طلع هاي الافرج باور اللي هو المكعب. لو حسبت قيمتها عند الاكس تساوي صفر، حسبت قيمتها عند اكس تساوي واحد، راح يكون في بيناتهم فرقيه. الفرقية وين راحت؟ هي اللي ضاعت داخل المكعب هذا شباب على شكل حرارة. اضرب بالاريا تبعت الويندو هذا اللي واحد متر مربع بيطلع معك. فطلعوا كيف حاسبين الباور ديسيبيتد. اوكي؟ هي نفسها كانوا عاملين انتجريشن شباب على فكرة. يعني كان نفسه عاملين انتجريشن على الست اوجه، بس اربعة من الاوجه شو راح يطلع الجواب تبعهم؟ صفر، لانه هاي باتجاه الاي زد ماينس اي زد، اي واي ماينس اي واي، لما نعملهم دوت برودكت مع الاكس هات راح يصفروا. بضل عندنا الوجه هذا الامامي اللي هو عند اكس تساوي صفر، والوجه الاخير اللي هو عند اكس تساوي واحد، هذا معاه يونت فيكتور ماينس اي اكس، وهذا معاه يونت فيكتور بلس اي اكس. اوكي فلما نفذ الدوت برودكت بيناتهم يا شباب
راح يتحول مباشرة للعلاقة البسيطة هاي، بس هاي مش يعني هيك جاي من عندي، هاي هي تنفيذ للانتجريشن. بس هون ما في عندنا انتجريشن حقيقة، لأنه very simple، بنحسب على الوجه هذا والوجه هذا مضرب بالأريا. إذا الـ dissipated power راح تكون الـ average power عند X تساوي 0 ناقص الـ average power عند X equals 1 multiply by the area اللي 1 متر مربع. هاي الـ average power as a function of X 1.88 في 10 قوة ناقص 3 ضرب عند الصفر 1 في exponential عند الـ 1 O minus O minus 0.0296 فبتطلع 54.83 مايكرو وات كمية الباور اللي تستهلك داخل المكعب هذا تساوي هالقيمة هاي 54.8 × 10 مايكرو وات. This is one way، هاي طريقة. أوكي أو إذا بدك ترجع شباب على البوينتينج ثيوريم اللي أخذناها المرة اللي فاتت. أوكي فيها التيرم هذا شباب، التيرم هذا شباب، هذا طبعا بالتايم دومين هاي بعد العلاقة اللي هو سيجما اي تربيع دي في، الانتجريشن سيجما اي تربيع دي في، لما تحولها للتايم دومين شباب ساينوسويدال بصير عندك نص. اوكي نص سيجما اي تربيع دي في، لما تاخذ الافرج فاليو بالتايم دومين بصير عندك نص سيجما اي تربيع، هذا بيعطيك الباور لوسز، هاي الاوميك لوسز. طبعا هاي بالتايم دومين، بس احنا لما يكون عندنا ساينوسويدال اوكي بناخذ الافرج فاليو تبعها، فبطلع عندنا الفاكتور اللي هو ايش ال1 هاف. ف انذر واي تو كالكوليت ذا باور ديسيبيتد مثل ما حاكي لكم هون تساوي سيجما على 2 اللي هي نص يعني سيجما اي ماجنيتو تربيع دي في. اوكي فالالكتريك فيلد داخل هذا الوسط راح يكون اللي هو اي نوت اكسبوننشال ماينس الفا اكس، اي نوت تربيع راح يكون اي نوت تربيع اكسبوننشال ماينس 2 الفا اكس. والآن بدنا نعمل انتجريشن على الفوليوم. اوكي نعمل انتجريشن على الفوليوم هذا كلياته تكامل من 0 ل 1 0 ل 1 للانتجريشن هذا. الآن باتجاه الواي والزد ما فيش عندنا فاريشن، بتطلع لنا 1 1 بضل عندك الانتجريشن بس باتجاه الاكس. اكسبوننشال فانكشن شباب فيري سمبل. اوكي راح تطلع سيجما على 4 الفا اي نوت تربيع في 1 متر مربع اللي هي 1 ضرب 1 في بعد ما نحط حدود التكامل 1 في exponential minus 2 ألفا. أوكي الآن إذا بدك الآن الإي نوت 1 الألفا طلعناها يا شباب. أوكي ماشي بس هون شباب العلاقة هاي بلزمنا قيمة السيجما إذا بدك إياها، هون ما بتلزمناش يعني كقيمة سيجما على ألفا، بقدر أرجع للعلاقة هاي سيجما على ألفا راح تساوي 2 في جذر إبسلون على ميو. أوكي اللي نفسه واحد على ايتا يعني، فلو تعوض سيجما اوكي سيجما على 2 الفا تساوي 1 على ايتا، فبتصفي هاي 1 على 2 ايتا لانه في عندنا 4 مش 2 هون 4. اوكي اذا سيجما 2 الفا تساوي 1 على ايتا، فسيجما على 4 الفا راح تكون 1 على 2 ايتا، الاي نوت تربيع 1، عوض الارقام هاي كلياتها راح يطلع معك نفس الرقم اللي هون exactly the same number 54.83 micro watt. okay لا تنسى يا شباب ميو على ابسلون، هاي جذر الميو على ابسلون هي نفس الايتا يا عرفينا، فبتقدر ترتب البارت هذا مثل ما رتبنا الآن اللي هو راح يعطينا سيجما على 2 ألفا تساوي 1 على إيتا 1 على إيتا. أوكي هذا عندي سؤال شباب، كيف نحسب الأفريج باور بالباور دينسيتي نحسب التوتال باور الالكتروماجنتيك ويف ان جنرال، وهون بالذات حقيقه اللي بهمنا اللي هو البلين ويفز، البلين ويفز سواء بلوسي اور لوسلس ماتيريال، بلوسي اور لوسلس ماتيريال.
الان شباب الباور اللي الاشاره اللي بتصلنا من القمر الصناعي للتي في يعني للستلايت تي في اوكي نفس الشيء بتجينا كابلين ويف تقريبا اوكي بسبب المسافه البعيده عن القمر الصناعي اوكي مسافه كبيره جدا عن سطح الارض حوالي 36 الف كيلومتر اوكي هي بالبدايه الموجه بتنطلق كسفيريكال ويف يعني شكلها كروي بس لما تصير الريدس تبعها كبير كثير 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 نقدر نفترض ان الشباب هالسطح الكبير جدا بصير كانه مستوي اوكي السفيريكال سيرفيس بصير كانه بلين تقريبا خاصه اذا خرطت منه مساحه صغيره بصير كانه بلين مثل سطح الكره الارضيه شباب الارض كرويه بس لما تطلع على مساحه صغيره منها تبدو لك كانها مستويه اوكي فالموج اللي جاي عندنا من جاي علينا من القمر الصناعي حقيقه لما تصل سطح الارض تشبه كثير البلين ويف معها الكتريك فيلد ومعها ماجنتيك فيلد معها البولاريزيشن تبعها اللي هو الفيرتيكال او الهوريزونتال شباب شوفون قنوات شباب مصنفه في او اتش في اللي هو اتجاه الالكتريك فيلد فلما يكون في يعني اتجاه الالكتريك فيلد عمودي على سطح الارض اتش موازي لسطح الارض هوريزونتال هيك معناها يا شباب اوكي فبهاي الطريقه احنا بنزيد السعه تبعت القنوات مرتين بدون ما نعمل شيء ثاني على نفس التردد بقدر احمل قناتين واحده الى فيرتيكال بولاريزيشن واحده الى هوريزونتال بولاريزيشن الان بسبب المسافه البعيده جدا اوكي راح تكون الباور اللي واصل لهون قليل جدا لذلك لازم نستخدم انتنة ممتازه تعمل على تجميع الاشعه هاي بشكل كثير فشو بنستخدم لها شباب نستخدم لها الدش اوكي اللاقط هذا الدش اللي بيكون بالبؤره تبعته حاطين اللاقط الدش هذا شباب بتكون السطح تبعه منحني له معادله الرياضيه بسموها القطع المكافئ شباب بارابولا عشان يجمع الاشاره الواصله بالبؤره الفوكس بوينت احنا بالفوكس بوينت على شو بنحط اللاقط تدخل له الاشاره شباب المجمعه اللاقطه شباب بلتقطها الاشاره على التردد العالي اوكي عند 10 جيجا 11 جيجا وتفر حسب القناه بس ما بننزلها مباشرة يا شباب على هذا التردد شو بنعمل جوا اللاقط بنعمل لها ميكسينج بننزل الفريكوانسي تبعتها اوكي بنعملها ميكسينج مع فريكوانسي ثانية عالية عشان ناخذ الدفرنس بيناتهم لان الكواكسيال كيبل يا شباب هذا السلك الاسود اللي منزل الاشارة ما بيقدر يتحمل الجيجا فلازم نعمل ميكسينج فبننزلها من الـ من الـ من الـ من الكارير فريكوانسي بننزلها لشيء بسموه الاي اف اللي انترميديت فريكوانسي اوكي وبتنزل الان عند الريسيفر بحلل الاشاره بفصل القنوات عن بعضها البعض اوكي فبتصل الباور فيري ضعيف جدا الباور دنسيتي مثلا 1 نانو واط لكل متر مربع 1 نانو واط لكل متر مربع الان لو بدك تقدر كميه الباور اللي بلتقطها اللاقط تقدر تحسب الاريا تبعت هالدش اوكي تقريبا الاريا تبعت هالدش مساحه السطحي مش المساحة المنحنية يا شباب اوكي انت بين بك الافكتيف اريا اوكي فبتحسب وجه الدش قديش مساحته تقريبا اوكي وبتضرب بالباور دنسيتي اللي جاي عليك بتقدر تقدر قديش عندك كمية الباور تبعت هالاشارة اوكي فلو كان الدش مثلا الوجه الاريا تبعته مثلا جدلا نص متر مربع اوكي بتقدر تحسب قديش الباور دنسيتي اللي جاي من القمر الصناعي بتضربها بالاريا هاي بتعطيك كميه فضائيه جدا يا شباب يعني تكون بالنانو او بالبيكو حتى وات اوكي ما عندناش مشكله حقيقه في عندنا باور امبليفايرز بتكبر الاشاره وبتظبطها وبتنظفها اوكي وفلاتر خاصه وبتنزلها لعند الريسيفر اوكي اوكي شباب حد عنده سؤال رجعنا شباب اطلعوا على الامثله الاخرى الموجوده بالكتاب يعني انا ماشي تقريبا مع الكتاب قدر الامكان كل شيء يعني اوكي هاي الامثله هذا المثال حليناه شباب موجود بالكتاب اوكي اخذنا امثله اكثر حقيقه من الموجود بالكتاب ماشي
إذا ما فيش عندكم سؤال شباب ننتقل لموضوع آخر. أوكي. موضوع آخر اللي بيحكي لنا عن reflection and the transmission of plane waves at the electric interface. اللي أخذنا لحد الآن شباب افترضنا أنه في عندنا وسط معين بتمشي داخل هالموجة سواء lossy أو lossless، وهذا الوسط بيحتل كل الفضاء يعني من ناقص infinity إلى infinity. أوكي هيك افترضنا. طيب قبل هيك شباب بدي أسألك سؤال هيك إذا حدا يعني بس هيك للتحفيز وللهذا. البلين ويفز يا شباب، البلين ويفز موجودات بالحياة ولا مش موجودات؟ ما عينتوا يا شباب ولا رحتوا؟ قادرتوا خلاص؟ معك دكتور. معك دكتور. يلا هاي البلين ويف احنا درسناها كأبسط أنواع الأمواج الكهرومغناطيسية صح ولا لا؟ يعني بدناش نغلب حالنا وصير ندرس كل الأنواع، اخترنا فصيلة معينة من هالويفز سميناهم بلين ويفز وحتى يونيفورم بلين ويفز. أوكي لحد الآن نحكي عن يونيفورم بلين ويفز، فهذول أبسط أنواع الأمواج. الآن من ناحية عملية يعني وين بشوفهم هذول؟ هل هم موجودات فعلا؟ exactly يعني exactly plane wave، هل بتقدر تعمل انت generation لplane wave؟ لا ليش؟ لانه انت بتعتبرها انه هي ماخذ الحيز كامل، ماخذ الاكس واي او مثلا مثلا الواي زد كاملين، وفيش شيء في الحياه بياخذ ايش اسمه الطور كامل يعني. صحيح. احنا الان شباب نحكي عن بلين ويف، بنقول الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد موجودات داخل البلين، وهذا البلين ممتد من ناقص انفينيتي لانفينيتي، وهذا البلين لازم يكون عامود على الدايركشن اوف بروباجيشن صح ولا لا؟ فالان كيف بدك تولد انت موجه مثل هيك يعني اللي تكون الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد موجودات داخل انفينيتي بلين، نفترض اللي هو الاكس واي بلين مثلا، والموجه ماشي باتجاه البوزيتيف زد، فشو الطريقه حتى تولد موجه بهالشكل هذا؟ الطريقة الوحيدة انك تجيب سورس يعني انتنة اوكي تحط عليها تيار ويكون حجم هاي الانتنة كمان انفينيتي من ناقص انفينيتي لانفينيتي عشان تقدر تطلع لك بلين ويف، وهذا الشيء حقيقة مستحيل يكون موجود. اوكي لذلك استريكتلي يعني اكزاكتلي 100% البلين ويفز مستحيل يكونوا موجودات من ناحية عملية ابدا، بس من ناحية النظرية ثيوريتيكال موجودات نقدر نتعامل معهم. مش هيك كمان شباب، مثل ما حكيت لكم المثال لما يكون السورس بعيد عنا كثير كثير، السورس اللي بيطلع الامواج هو اول ما يطلع الموجه شباب الانتنه يعني لما تبث الموجه لما تطلع منها بشكل كروي بتطلع اوكي سفيريكال ويف موجه كرويه، بتصير تكبر الراديوس كل ما ابتعدت الاشاره عن المصدر، فلما يكون الراديوس يصير كبير كثير كثير بناخذ رقعه منه بس يعني سطح صغير على سطح الكره فيبدو كانه هذا بلين، فبقدر اعامل الجزء هذاك من الموجة كانه بلين ويف. فالبلين ويف هي عباره عن ابروكسيميشن للريال ويفز، ابروكسيميشن للريال ويف، اما من ناحيه نظريه من ناحيه عمليه مش موجودات، مستحيل تقدر تولد اكزاكتلي بلين ويف ماشي، لانه بدك سورس يكون حجمه ما لا نهايه. بس احنا يعني من ناحيه نظريه بنكتفي فيهم، هم بيعطوا كل العلاقات اللي بدنا اياها الضروريه لصفه الامواج، العلاقه بين الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد والدايركشن اوف بروباجيشن والباور دنسيتي اوكي، فما فيش عندنا مشكله حقيقه. اما من ناحيه عمليه هم مش موجودين اكزاكتلي 100%، اما بنسبه معينه اقل من ذلك يعني بنقدر نعمل لهم ابروكسيميشن او موجودات. الاشاره اللي بتجينا من النجوم البعيده شباب والقمر الصناعي والشمس والهذا كلياتها ممكن اعتبرها حقيقه كانها بلين ويف. اوكي خلنا نروح الان نكمل عن موضوعنا اللي هو الان شباب بدنا نعدل شوي، نقول الان لما تكون عندنا موجه بلين ويف ماشي بوسط ذا الكتريك ميديوم وتنتقل لوسط ثاني، فكانت بالهواء مثلا الموجه وانتقلت للزجاج، كانت بالهواء وبدها تروح على كوندكتر، كانت ذا الكتريك ماتيريال بتروح على ذا الكتريك ماتيريال ثانيه، شو راح يصير فيها؟
تنتقل هيك بطلع ماشي ولا كأنه في إشي ولا بصير عليها تعديل. يعني لو شباب كلياتنا هاي التجربة البسيطة جدا حطيت لك قلم بكاسة مية شباب كيف راح القلم شكله يكون؟ مستقيم ولا مكسور كانوا هيك؟ مكسور صح؟ ما راح يبدو مستقيم للعين يعني لما تطلع عليه هو مستقيم بس للعين ما راح تبدو. ليش؟ لأن الآن الضوء الطالع من القلم أوكي انتقل من وسط لوسط من الماء إلى الهواء مثلا أوكي ماشي. فلما ينتقل من دايلكتريك ماتيريال لدايلكتريك ماتيريال آخر لازم تطبق بعض بعض الكونديشنز بسموها الباوندر كونديشنز على الانترفيس اللي بيفصل بين ريجن 1 وريجن 2 ميديوم 1 وميديوم 2 أوكي. فراح تتحقق بعض القوانين يا شباب راح يصير في عندنا شيء ريفلكشن في عندك شيء ترانسميشن جزء من الباور ريفلكتد جزء من الباور ترانسميتد وقوانين هذول شباب لها قوانين بتحكمها البارامترز تبعات الوسطين السيجما والميو والابسلون اوكي. فاحنا بهذا السكشن السكشن هذا والسكشن اللي بعديه بدنا ندرس هذا الشيء شو بصير لما الويف بروبوجيتس فروم ا ميديوم تو انذر ميديوم اوكي. الان شباب بالحاله الاولى راح ناخذ النورمال انسيدنس اللي هو الاسقاط العمودي اوكي. اول شيء راح ناخذ الحاله السهله اللي هو الاسقاط العمودي. كيف يعني الاسقاط العمودي؟ يعني راح نفترض انه في عندنا موجه مثل هيك ماشي بوسط ميديوم نمبر 1 وبتسقط عموديا على الوسط الثاني تسقط عموديا على الوسط الثاني just as an example عشان بس يعني نكتب شيء معادلات. نفترض انه في عندنا وسطين الميديوم الاولاني بيمتد من ناقص انفينيتي لعن زد تساوي صفر الهاف سبيس يعني كلياته هذا باتجاه الزد النيجاتيف زد وميديوم نمبر 2 الانذر هاف سبيس باتجاه البوزيتيف زد اوكي. فعندنا موجة ماشي باتجاه البوزيتيف زد اكسس فهذا الزد اكسس شباب هو عمودي على الانترفيس اللي بيفصل بين ريجن 1 وريجن 2 فبالنسبه لنا اللي هو الاكس واي بلين هذا بنسميه الانترفيس الاكس واي بلين اتس ا بلين بيفصل بين ريجن 1 وريجن 2 ميديوم 1 ميديوم 2 عمودي عليه اللي هو الزد اكسس. فانا بالصوره هاي يا شباب عامل اسقاط عمودي هاي موجه مسقطه بسموها انسيدنت ويف. ليش سميتها اسقاط عمودي؟ لانه هاي الدايركشن اوف بروباجيشن شايفينه عمودي على الانترفيس. الموجه هاي شباب لما تمشي لهون تصل لعند الانترفيس بسبب الاختلاف بين الوسطين جزء منها والبي ترانسميتد وجزء والبي ريفلكتد اوكي. كميه الريفلكشن وكميه الترانسميتد بتعتمد على العلاقه بين ميو 1 ابسلون 1 وسيجما 1 وميو 2 ابسلون 2 او سيجما 2. اذا اول شيء شباب راح ندرس هاي الحاله اللي هو الاسقاط العمودي. انا بعرف الانسيدنت الكتريك فيلد والانسيدنت ماجنتيك فيلد البلين ويف طبعا والدايركشن اوف بروباجيشن وبدي اطلع علاقه للاي ترانسميتد اتش ترانسميتد واي ريفلكتد واتش ريفلكتد اوكي. هاي الحاله الاولى المره الاولى. بعدين راح نعمم يا شباب ناخذ الاسقاط المائل. الان الموجه مش مسقطه بشكل عمودي راح تكون مسقطه بزاويه ثانيه اوكي زاويه ثانيه يسموها اوبليك انسيدنس اوبليك انسيدنت اسقاط المائل. فهون شباب انا مهتم يا شباب احسب مثل هيك انسيدنت ويف شو علاقتها مع الترانسميتد ويف وشو علاقتها مع الريفلكتد ويف اوكي. طبعا بكون مربوطات يا شباب مع فاكتور بسموه الريفلكشن كوفيشنت والترانسميشن كوفيشنت اوكي ترانسميشن كوفيشنت والريفلكشن كوفيشنت. فالمره الجايه يا شباب راح نشوف كيف بقدر اطلع الريفلكشن كوفيشنت والترانسميشن كوفيشنت بين الوسطين هذول اوكي وكيف اطلع اكسبريشن للالكتريك فيلد الترانسميتد والماجنتيك فيلد والريفلكتد الكتريك فيلد والريفلكتد ماجنتيك فيلد بدلاله طبعا الانسيدنت دلاله الانسيدنت اوكي. ناخذ بعض الاكزامبلز مش راح ابلش فيها الان شباب خلاص بكفي اليوم. اذا حدا عنده استفسار شباب سؤال اي شيء